ايه مثلا هاو تو دو ار ان اي سي بس مش ده مش بس كل ده انشر اف يو فولو ات حتى لو ما كثير فاهم شو يعني فانكشن كول وشو يعني بارامترز باسنج وشو يعني يس اي ثينك انه يعني خانك يعني هي سيري اذا في عندك انت بايبلاين معين بدك تو ريبروديوس الريزلتس اوكي اذا بدك تعمل سيميلر اناليسيس بس بتعمل فاين تيونينج لبعض الاشياء اوكي اوكي كويس والار على فكره تقريبا نفس الشيء so I think هلا بايثون يعني كل شيء في ار عم بيعملوا له باكجز في بايثون او زي رابر صارت كومبريهنسيف نبلش فاطمه اللي بعرف عنها مش كثير بس قابلتها بانترفيوز ل يعني young scientists يشتغل عندي باللاب I was impressed بالانترفيو وبالاكسبيرينس تبعتها بالبايوانفورماتكس عندها ماجستير بايوانفورماتكس بكالوريوس تمريض ف I thought you know she would be great addition لأي مختبر بده يعمل بايوانفورماتكس فقلت خليها تعلمنا شوية عن اللانجوج at least يعني إن شاء الله ينفتح الباب قدامها لا وصراحة أنا تفاجأت بموضوع الوقت يعني أنا كنت حاسب حساب إن نعمل ورشيب كامل نمسك الداتا وإنه أنالايز كامل بس بالآخر لما عرفت إنها 30 minutes to 40 minutes حاولت إن أختصرها بحيث إنه يعني زي أفتح الباب تمام فإن شاء الله إنكم تستفيدوا منها هلا كبداية كنت حابة إن أعرفكم عن حالي بس دكتور مأمون يعني طفوفة أنا اسمي فاطمة فرحان خلصت بكالوريوس تمريض من الجامعة الهاشمية بعد ما خلصت التمريض اشتغلت سنتين في مركز الحسين للسرطان خلال شغلي هناك اشتغلت كريسيرش مع ريسيرش نيرسينج ديبارتمنت مع دكتور علاء اللباني بنفس الفتره هناك تعرفت على دكتور باسل اعطانا دوره عن البايو فارماتكس في مركز الحسين للسرطان وحبيت التخصص كثير حكيت انه يعني انا هون بدي اكمل قعدت اتواصل مع جامعات والحمد لله طلعت لي منحات ماجستير باسل ابو جاموس طلعت لي منح اكمل بايو تكنولوجي ما زبط بايو انفورماتكس يعني لا من كمبيوتر ساينس ولا من بيولوجيكال باك جراوند فبالاخر دخلت بماجستير بايو تكنولوجي وعملت الثيسس تبعتي مع الكمبيوتيشن بيولوجي ديبارتمنت خلال يعني دراسه الماجستير اشتغلت كباحث مع ماجنيفاي اي اي لاب وفي نفس الديبارتمنت اللي انا كنت فيها بالجامعه وبعدين كملت في المدرسة واشتغلت في مدرسة انترناشونال بدرس طلاب بيولوجي بس مساعد بحث مع دكتور طارق العدالي وبدرس خصوصي بايو انفورماتكس للطلاب اللي حابين او مع دكتورة راندي جان في بعض الحالات بساعدها وهون بعض البروجكتس اللي شغالة عليها وهون في كمان كونتاكتس في حال حدا حابب انه يتواصل معنا نعرف خلينا نحكي to share more experience مع بعض او more knowledge لا في البداية قعدت افكر الصراحه شو ممكن خلينا نحكي انه بنعمل زي كيس ستدي على اساس انه تسهل كيف الشغل تبعنا حاولت اركز على موضوع اللي هم سيل ثيرابي والستم سيلز قرات انهم شغالين عن زنك مان ستم سيلز فحطيت خلينا نحكي يعني شيء راندوم به مثلا خلينا نحكي انه مثلا احنا عندنا الزنك مان ستم سيلز بدنا نستعملهم تريت اللي مالتي سكليروسس اللي هم شغالين بالمركز assuming that انه احنا ما بنعرف شو الـ transcription factors يلي بيكونوا expressed مثلاً في mesenchymal stem cells وإحنا بدنا نعرف هل إحنا وصلنا لهذا الـ stage أو هل مثلاً إحنا عندنا هدول الـ type of cells أو لا ففي هاي الحالة من الطرق اللي ممكن إحنا نعملها إنه نعمل RNA sequence لهدول الـ cells على أساس إنه إحنا نشوف شو الـ genes يلي highly expressed ممكن إنهم يعطونا لأنا بعرف إنه يعني خلينا نحكي بالـ practical أو بالعلم الصحيح مش هو هاي أفضل approach بس لحق لغرض يعني الوركشوب تبعتنا نحكي انه زي هيك فاخترنا انه نعمل ار ان اي سيكونس لهون خلينا نحكي كديزاين عندنا الاكسبيرمنتال ديزاين هون حاطين لك انه انتريتد وتريتد خلينا نحكي مثلا انه الانتريتد احنا في حالتنا بدنا نكون حاطين سيلز احنا متاكدين 100% انه هم مش ميزنكيمال ستم سيلز تمام والتريتد حيكونوا اللي هم ميزنكيمال ستم سيلز او احنا وتش وي اسيوم ذات ذي ار نعمل بعدين نعمل ايزوليت للار ان اي نعمل لهم شيء اسمه لايبرري بريبريشن هلا هاي library preparation هي بتكون بناء على sequencing machine او التكنولوجيا اللي انت بدك تستعملها بيعطيك انه خلينا نحكي guidance انه انت كيف تحضر ال RNA sequence كيف تحضر الريدز تبعهم بعد ما حضرناهم بناء على البروتوكول يلي وفروا لنا اياه الشركه بينعمل عندنا sequence هون احنا رح نعمل RNA sequence هلا في هاي الحاله احنا بيكون في عندنا two types of reads بيكون يا اما single read يا اما pair end reads شو الفرق ما بينهم شو ممكن تتوقع الفرق ما بينهم single read بيقراهم من 5.3 بيقرا بالعكس الدوبل البيرنت بالضبط فالسنجل ريد بس باتجاه واحد سؤال تفضلي
في شيء اسمه double end overlap. هدول الدبل اند اوفرلاب لما تيجي تعمل انت الالاينمنت من يكون مثلا تركبيهم مع بعض بيكون في النهايات تبعهم عاملين اوفرلاب، فانه اساس انه هاي بتساعدنا لما نيجي نرتب الريدز بناء على الريفرنس جينوم اللي هلا رح نحكي عنه. تمام. فهنا يعني خلينا نحكي الاوتبوت من السيكونسينج ماشين بيكون عندنا اللي هم الفاست كيو فايلز. هدول الفاست كيو فايلز بيكون شكل هلا شغلنا الـ RNA sequence analysis بيكون بالاوتبوت اللي هون، فهذا بتكون اول خطوه عندنا بالبايو انفورماتكس انه انا كيف بدي ابلش اتعامل مع الداتا. هذا مثال على الفاست كيو فورمات اللي بيطلع عندنا من السيكونسينج ماشين. احط البوينتر. اوكي، فهلا هون مثلا عندنا هذا الليبل، هون بيكون اللي هو اي دي تبع هذا الريد، بعدين بيكون عندنا السيكونس العادي. هون بحط لك الستراند، هل هو على البوزيتيف ستراند ولا النيجاتيف ستراند. هون بيكون عندنا الكواليتي سكور. هلا هذا الكواليتي سكور هو على الاسكي انكودينج، فانه كل حرف بيكون بدل لكواليتي سكور معين. هون مثلا معطينك مثال انه تي هذا السيمي كولون لقطنا فوق بعض بتكون مثلا الكواليتي سكور تبعتها لا 25. هلا احنا بالعاده بالالومنيا لما نتعامل مع الالومنيا محطوط انه عندنا الثريشولد اللي هو كواليتي سكور 30. تمام. فهلا 30 لما تحكي لك كيو 3 30 بيكون معناته انه احتماليه الاكيورسي ليفل 99.9%. تمام. اذا كان مثلا عندك الكواليتي سكور او حكى لك كيو 20، كيو 20 بتكون 99% بس، يعني في عندك احتمال 1% انه في عندك ايرور. اللي اقل منها اللي هي كيو 10، اللي كيو 10 بيحكي لك انه 90% اكيورسي، ففي احتمال انه 10% يكون في عندك ريدز وفياتهم ايرور. فاحنا بالعاده بناخذ هذول خلينا نحكي الثري بارامترز، بتكون خلينا نحكي الريستريكشن، يعني انه انت قديش مختار بالضبط انه خلص بدك بس تمشي على 30 او مثلا ممكن تقبل 20 او 10، كلها بيعتمد على قديش انت عندك داتا وعلى الستدي ديزاين وعلى انت برضه شو الريزلت اللي انت بدك توصلها. Analysis pipeline يعني هو صراحة في كتير pipelines ممكن يستعملوا to analyze the RNA-seq، بيعتمد على عدة أشياء. خلينا نحكي مثلا نقدر نقسمهم بثلاث أمور. أول شغلة مثلا إحنا عنا شو research question والdesign. تمام. هل مثلا أنا بدي أعمل differential expression، يعني أنا في عندي two types of cells مثلا بدي أقارن ما بينهم، ولا إني مثلا أنا بدي أعمل pathway enrichment، أو يعني عدة أمور خلينا نحكي حسب research question تبعك تختار أنت افضل اناليسيس بايبلاين. الشغله الثانيه برضه اللي ممكن احنا برضه نحطها في الحسبان اللي هو موضوع التيم اللي عندك. هل انت مثلا عندك تيم بيكون انه يعني شاطر بالباي انفرنس، مثلا خلينا نحكي انه هو جونيور ليفل او سينيور. هلا السينيور ممكن انه يستعمل فيري سوفيستيكيتد تولز وخلص يمشي معه ما عندهش اي مشكله، ممكن يستعمل برضه ديب ليرنينج تكنيكس او يعني انه خلص يحكي انه يفوت في المجال. إذا مثلاً كان عندك أنت جونيور فأنا بتحط في بالك إنه لا معناته أنا بدي أخذ pipeline يكفي بالغرض وبنفس الوقت إنه easy to apply بقدر إن أنا أشتغل معه. والشغلة الثالثة برضو موضوع اللي هو الكوست. إذا مثلاً كنا إحنا بدنا نعملها عنا، هل إحنا عنا سوبر كمبيوترز إنه كمية الداتا الضخمة هاي طبعاً ولا لابتوب إنه ممكن نستحمله، بدنا بس يعني سوبر كمبيوترز لأنه نستعمله فيه، وهذا كلياته يعني بيحتاج مصاري كتير كويسة. فهاي خلينا نحكي ثلاث أمور أساسية ممكن بتخليك انك انت تعرف تحدد شو الاناليسيس بايبلاين اللي بدك تعمله. لا كمثال مثلا عندنا هنا اول شغله بنبلش دائما عندنا بالانبوت فايلز. الانبوت فايلز حيكون عندنا اللي هو رو ار ان اي سيك ريدز، هذا اللي هو بيطلع من المشين اللي احنا حكينا عنه اول شغله. الفايل الثاني اللي هو ريفرنس جينوم حيكون فاستا فايل. هلا هذا الريفرنس جينوم خلينا نحكي مثلا انه احنا اخذنا السيلز من ماوس. تمام. فحيكون ريفرنس جينوم تبعنا ايش؟ الماوس. ممتاز. فبناخذ احنا من الان سي بي اي بالعاده بننزل خلينا نحكي الفاستا فايل اللي هو بيكون فيها دي ان اي سيكونس تبع هذا الاورجانيزم يلي احنا ماخذين منه الار ان اي سيك، وبندخلهم كانبوت فايلز. بالبدايه اول خطوه بنعملها اللي هي الكواليتي كنترول. هلا هون الفكره لانه احنا عارفين انه السيكونسينج هم عباره عن ماشينز، فاحتماليه الخطا وارده. فكرة إنه الكواليتي كنترول هنا إنه أنا بتعطيني قديش الكواليتي لهدول السيكونس والريدز تبعونا كلياتهم بيعتمدوا على اللي هم الفاستا كيو فايل اللي هون هدول الكيو سكور. طبعا هم بس
طريقة مختلفة. في عنا خلينا نحكي mainly two tools بيستعملوهم علشان بيعطيك اللي هو quality score report اللي هم الفاست QC والمالتي QC. دول يعني نستعملهم للquality control. فمن هنا الquality control بيعطينا الQC report. بعدين احنا نعمل اللي هي شغلة اسمها filtering adaptation and low quality basis. هلأ هنا خلينا نحكي مثلا انا شفت اللي quality الموجود عندي طلع في عندي مثلا خلينا نحكي اذا كان طول الريدز تبعونا مثلا 400 تمام؟ لاحظنا انه مثلا من بعد نحكي مثلا 250 من البيس رقم 250 لا عند مثلا 300 او 400 ببلش احنا اللي quality عندنا مثلا كتير تقل. فممكن مثلا انا على اساس انه بقدر استغني مثلا عن جزء من هون نعمل إشي اسمه تريمينج. فبنصير نقصهم من الجهة يلي خلينا نحكي انه low quality عشان نعدل المشاكل الموجودة فيها. بعدين نرجع نعمل كمان مرة quality control اساس انه نتأكد انه هل احنا فعلا حلينا المشكلة ولا لساتنا عندنا المشكلة. بعدها خلينا نحكي انه مثلا خلاص صارت الامور الكواليتي عندنا كلياتها ممتازة والامور باهية على اصحابنا الليبيين منبلش هنا نعمل انه alignment. هلا احنا عندنا هدول الريدز بدي انا اعرف هم لاي جيل بيرجعوا فبدنا نعمل هي خطوه اللي يسموها alignment. فالalignment اني انا بيكون في عندنا التولز بتمسك هدول الريدز تمام بتصير تعملهم align انه ترتبهم على الريفرنس جينومي اللي انا حطيته انه وين هذا السيكونس بيشبه هذه الريدز بتشبه اي جزء من السيكونس تبع الريفرنس جينومي اللي عندك. في عندنا هنا تو تولز ممكن نستعملهم اللي هم الهاي سايد تو والسان تولز. فبيطلعوا لك اللي هم على شكل سام وبام فايلز. بالعادة احنا بنفضل البام فايلز ليش؟ لانهم باينري بكون اسهل انه احنا نقرأهم مقارنة بالسام فايل داتا تبعتهم اوضح كواليتي سكور ونقدر نعملهم اندكسينج وسورتينج نقدر نعمل هيك سام سايز طبعا بري كومبرس نقدر انه نفتحهم فكره انه نقدر نفتحهم في معدل السايز بس هي الفكره البام كثير مضبوط اكثر السايز تبعه بيكون صغير بالضبط صحيح بس في نقطه بدي احكيها بالنسبه للكواليتي حكيت انه في عندنا تو تولز المالتي مالتي كيو سي والفاست كيو سي هلا المالتي هي مبنيه فوق الفاست كيو سي فاست كيو سي لفايل واحد إذا بدك يكون في عندك أكثر من فايل بدك فاست كيو سي لحالهم. هلا المالتي الحلو فيها إنه إمكانك تشوفي different samples في نفس الصفحة. بالضبط. هما مش two different tools واحدة مبنية رابر on top of the other بس هو الـ main concept. الأساس فاست كيو سي. بالضبط. فهي من اسمها إنهم مالتي أنا بعطيك عدة خيارات. بالضبط. فبعدين خلينا نحكي برضه بنرجع بنشيك على الكواليتي انه شو الكواليتي بالنسبه للالاينمنت اللي عندنا يعني احنا هلا رتبنا هل احنا رتبناهم صحيح ولا مش صحيح. فهنا برضه بنستعمل انه عندنا سام تولز بتعطيك اللي هي كواليتي سكور بالنسبه للالاينمنت هاي المره. في شغله كمان بدي احكيها بالنسبه للكواليتي قبل ما تبلش الالاينمنت شفتوا في عندكم كونتامينيشن مش عارفين بالضبط هاي الكونتامينيشن من وين. في كتير تولز ممكن تساعدكم لحتى تعرفوا ايش الـ DNA او الـ RNA that your samples were contaminated with. ففي تول اسمها FastQ Screen اذا ذكرت اسمها صح. بيكون في عندك different types of bacteria عادة يعني معظم البكتيريا مثلا او الميكرو organisms اللي عادة تكون موجودة في research labs بيكونوا حاطين الجينوم تبعها. فبإمكانكم تراني الفاست كيو سكرين للسامبلز تبعتكم وتبين لكم بالضبط قديش نسبة contamination من different species. هلا إذا بدك أنت اللاب تبعك متخصص في species معين مش موجود من ضمن الديفولت ممكن أنت تجيب الجينوم تبع هذا species اللي أنت بتشتغل عليه وتحطه في الداتابيز and you compare it well. هو في كمان بالفاست كيو سي ريبورت آخر شيء مش متذكر شو اسم تايتل تبعه بس انه بيحكي لك انه مثلا اذا في عندنا احتماليه مشاكل وايش ممكن يكون السبب تبعها. يس يس بس الفاست كيو سي ما ببين لك يعني ايش بالضبط يعني بقول لك الاوفر ريبريزنتد سيكونسز عاده بتكون بس ادابترز يعني عاده بقارنها بيقولوا من ادابترز او شيء زي هيك بس اذا بدكم عن جد تعرفوا اذا في كونتاميشن او ايش السبيشيز موجود فاست كيو سكرين شكرا على الاضافه.
فهلا هون راح نصلنا على نقطة مثلا الالايمنت للكواليتي كنترول، بدنا نشوف هل مثلا هو عمل الالايمنت صح لإلها ولا لا. من خطوات مثلا برضه هون ممكن خلينا نحكي بيعملوا زي تريمينج، يعني مثلا خلينا نحكي مثلا انه ما انتبهنا لموضوع انه هدول الريدز جايين مثلا من كونتامينيشن، فلما يجي يعمل الالايمنت ممكن يطلع لك في يعني ريدز مش الايند على ولا شيء. فهنا مثلا بما انه احنا خلينا نحكي عملنا الفاسكيو سكرين وعرفنا انه هذا مثلا السيكونس هو مش من ال يعني خلينا نحكي التارجت جينوم اللي او الاورجانيزم اللي احنا شغالين معه، بهاي الحاله ممكن انه نرجع نعمل له تريمينج لما نشوف مثلا موضوع اللي هو الالاينمنت، وبيطلع لنا برضه الاوتبوت هون بالبانفايز. هلا هون يعني خلينا نحكي لحد هاي النقطه اي سيكونسينج مثلا الان جي اس الهول جينوم سيكونس اكستنشن سيكونس او الار ان اي سيك تقريبا بيشتركوا في نفس الخطوات. هنا ببلش تخصصي اكثر بالار ان اي سيك انه بصير نعمل هي اكسبريشن كوانتيفيكيشن. هلا فكره الاكسبريشن كوانتيفيكيشن انه انا بصير بدي اشوف، يعني الفكره الاساسيه انه انا عندي ريدز هدول بيكون من الار ان اي سيكونس، فانه احنا بيكون في عندنا بيطلعوا مايكرو ار ان اي او الام ار ان اي، تمام؟ فبيكون في عندنا خلينا نحكي عدد من الام ار ان اي مثلا نفس الجين، فهو بده يصير يعني بحكي لك انه كوانتيفيكيشن يحسب لك انه قديش هم هدول ال الريت هذول بالنسبه لهذا الجينوم قديش هذا الام ار ان اي قديش اكسبريس هذا، تمام؟ فهي هون الفكره الاساسيه تبعت الاكسبريشن كوانتيفيكيشن. وفي يعني من التولز اللي هون مثلا هم مستعمليهم اللي هي الاتش تي سي كاونت، فهون بيطلع لك مثلا خلينا نحكي الجين اي بسامبل 1 هل قد عدد خلينا نحكي الام ار ان اي او الريتس اللي موجوده، وبصير انه يعني لكل سامبل بيعطيك نفس الشيء. هلا في هاي الحاله مرات انهم بيعملوا يعني نحكي زي بسموها زي normalization على أساس إنه مثلاً بيكون عددهم إنه كتير كبير، أو إنه مثلاً لما بتيجي للتعامل مع الداتا دائماً نحاول نتعامل إحنا مع أرقام خلينا نحكي إنها بسيطة، فبيعمل هم ال FPKM أو TPM ال RPM برضو، هدول بيعملهم quantification على أساس إنهم يخلوا الأرقام أبسط بطريقة نقدر إحنا نقرأها وبطريقة نقدر إحنا نتعامل معها بالأناليسيس برضو. لهون في نقطة، في two types of quantification. Quantification per gene level أو per transcript level. حسب شو السؤال طبعا، لأن في ناس بيكونوا interested إنه يشوفوا إذا في عنا new transcripts مثلا بلش من exon رقم 2 أو exon رقم 1 أو شيء زي هيك، فبهمهم يفرقوا ما بين different transcripts. Yes. في ناس لا خلص أنا مهتمة بس في الجين هذا بالضبط، فما بيهمني بالضبط من وين جاء الترانسكريبت، فبتختاروا وقت حسب الطول اللي انتم ماشيين فيها. انا بدي اياه بيرجينج ليفل، هو من حاله بيعمل ميرجينج او بياخذ ابرجينج او شيء زي كذا، حسب السؤال اللي انتم بس. هو انا عندي سؤال دائما محير، الليفل تبع الار ان اي اصلا بيكون مختلف جوا الخلايا، فمثلا لو حكينا انه الخليه نفسها خلينا ستيم سيلز، الليفل تبع الترانسكريبت كميه الام ار ان اي مختلفه هل بيعمل نورماليزيشن هذا الشيء ولا لا؟ هي فكره الكوانتيفيكيشن هي علشان مراعاه لهي الاشياء بالضبط. الالجوريثم صراحه انا ما بعرف كيف انها بالضبط انها بتشتغل، ممكن دكتور اعطيك اليوم سرعه بيغر بتحكي انه the more RNA on the cell قلت لك يمكن the more aggressive is the cancer. يس كميه صح. سنجل سيل اناليسيس صح. هي سنجل سيل بس مشكلتها الهيتروجينيتي، لانه انت لما تاخذ في الار ان اي سيك بتاخذ مليونز اوف سيلز، انت بتاخذ بول اوف سيلز. هلا الديفرنسز ما بتشوفهم، فانت خلص بتعاملهم از ون بول، ولكن اذا بدك فعلا تشوف اذا المنطقه اللي انت ماخذها ما كانت بيور، يعني ما كانت فروم تيومر او من وات ايفر كونديشن اللي انت شغال عليه، بصير في عندك سم سورت اوف نورماليزيشن، وهاي هي الديفرنسز كلياتها بتروح. بس النورماليزيشن دكتور، يعني هو من سؤالك ممكن ما عرفتش بالضبط ايش بتحكي، خايف انت النورماليزيشن يقلل ممكن يخلي الديفرنس مهما عملنا نورماليزيشن احنا ما بنقدر نقارن بين خلايا ترانسكريبشن فيها عالي وخلايا ترانسكريبشن فيها واطي. هاي النقطة النورماليزيشن المفروض اتس ريلاتيف تو، بس يعني هي المشكلة وين صايرة؟ انه انت بتحول من خليه الى ستيم سيلز بينزل الترانسكريبشن كامل او بالضبط بالضبط. بس انت بتحكي عن سنجل سيل ولا بتحكي عن حتى لو سنجل سيل؟ بدك تقارن سنجل سيل ترانسكريبشن شغال فيها وستيم سيل ترانسكريبشن نايم، فمتى برودكشن جلوبال ترانسكريبت مختلفه. احنا حتى لو عملنا نورماليزيشن عادي بضل الديفرنس موجود.
بضل الديفرنس بس احنا نطت هي اكشوال نمبر خلينا نحكي بس انه قارن بين 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 جين وجين بس البيس مختلف. لا انت بتعمل نورماليزيشن بيخلي البيس واحد. لا انت بتعمل يعني اذا انت ما اخذت تو كونديشن يعني انا احكيك الهاوس كيبنج جين مثلا بدنا نعتمد عليهم مختلفين اصلا. انت بتعمل نورماليزيشن ريليتيف للهاوس كيبنج جين ان ذا سيم كونديشن مش اكروس كونديشنز على نفس ال انا باخذ بس التريتد سيل ريليتيف لايه فانا باخذ بس التريتد سيل وبشوف الجينات اللي اب ريجوليتد هون وبعملها نورماليزيشن في الهاوس كيبنج جينز ان ذس تريتد سيل. لا انا ليش بحكي مرات ار ان اي سيك بنفس الخليه بديفرنت لابس بعطيك انه ريدنج مختلفه تماما عن المختبر الثاني مثلا بكون 3000 هناك هناك بكون 20 50 اذا ريز بي اف كي. هلا هذا الموضوع بيرجع لانه انت بتعمل نورماليزيشن في الهاوس كيبنج جينز بتعمل نورماليزيشن للجينات اللي بتعمل ريجوليت هون مش ممكن يكون مثل موضوع library preparation إذا كان في contamination أو مشاكل حتى في sequence نفسه يعني ممكن يأثر على موضوع الريز. لا هلا من تعاملي مع ال بايسولفايد سيكونسينج التون كتير مهم. هذا الار ان اي سيك اتوقع نفس الشيء رح يكون تو سم اكستنت. فمثلا البايسولفايد سيكونسينج لما كنا نقيسها مثلا في كنا نشتغل على المايس اذا بتاخذوا مثلا امبريونيك دايز مثلا 14 غير عن امبريونيك دايز 10 وفي بيكون الديفرنس كتير عالي يمكن هون كتير عالي يكون مثلا البايسولفايد فيها بعدين يصير قليل يعني مثلا ايش فيها كتير عالي بيقل within few days. ايوه فانت اذا عم بتقارن ما بين two different labs و two different research studies بدك تتاكد 100% من الاكسبيرمنت كونديشن والديزاين تبعهم. هلا اذا هناك 3000 والانتريتد برضه 2000 فالديفرنس ما بينهم ريلاتيف طلع هالقد بغض النظر شو الرقم وهون كان 20 و50 برضه ريلاتيف لنفس الرقم فاز ريلاتيف ماجنتيود بيكونوا نفسها ما بتفرق 3000 على 50 لانه يمكن يتبعوا ديفرنت نورماليزيشن تكنيكس. بس وين الفرق وين الخوف؟ انه هون يكون هو هو انت بتصير مشكله. هلا احنا بدنا نقارن بين معلش انا بطول بس نورمال سيل نورمال سيل وكانسر سيل. النورمال سيل من الليفر مختلفه تماما عن الكانسر سيلز من الليفر بكميه الار بكميه كميه المرض. يعني وصلنا ار ان اي في الكور في ار ان اي بيطلع اكثر بالكانسر سيلز من الار ان اي اللي موجود في الهواء. فهل انا بس سؤالي هل لما نعمل هاي الاشياء كلها يعني مش شيء بس هل نعمل نورماليزيشن هذا الشيء الفرق الهائل فرق هائل واضح. هلا هو اصلا مبدئيا يعني الفكره من انه احنا نستعمل تو تايبس اوف سيل وهيك مختلفين على اساس انه نشوف احنا شو الاختلاف بالضبط ما بينهم. تمام عارف تعمل نورماليزيشن هو المشكله وين بتصير يا جماعه. يعني انتوا عندكم مثلا اعطيك مثال ام دي ال 319 بينما الام 77 لما نيجي نقارن بين خليه نائمه التغير فيها غير الخليه التغير بيصير في الخليه العاشره احنا بنقارن ارقام مع ارقام فمن وجه يعني الموضوع شوي معقد لانه هم نشروا انا اللي استغربت انا نشروا كنشر كميه الام ار ان اي هي المحدد الرئيسي البروجنوسيس فاكتور في كيف المورفولوجي اوف ذا سيل انا ملهاش دخل في الار ان سي يعني يو كان ريبورت المورفولوجي ممكن هم دي اولسو ريبورت الاكتوال اماونت هم لا هم الاناليسيس بعتها لنيتشر بعتلك يعني بس بيعتمدوا على معتمدين على كميه الام ار ان كميه الار ان بس اذا زاد اذا زاد اونكوجين حيزيد وكل شيء زاد راح يزيد الريجليتر تبعه كمان او الانهبيتر او السبريسر اي ثينك اذا كل شيء زاد بدها ستاتستيكال على فكره تيست مختلط عن عشان تو ديتكت هاي الشغله هي الفروقات مختلفه لا بس لا بسيطه اضافه لطيفه. هلا بس في يعني خطرت في بالي هيك نقطه برضه على موضوع انه هون لما نيجي نوصل لموضوع اللي هي الديفرنشال اكسبريشن اناليسيس يعني مثلا هذه الدي سيك هلا هاي باكج موجوده عندنا بتكون بالار من الاشياء اللي فيها مثلا انت بتحط الكوفاريانت اللي ممكن تاثر لانك ممكن مثلا تدخلها في حال مثلا انا كنت عمالي بقارن هيلثي بيشنتس مع
healthy patients كيف تضبط healthy persons مع مثلا patients ده أقارن الجين expression تبعهم. فهنا مثلا أنا ممكن أحط الكوفاريانت عندنا اللي هي مثلا الايج الجندر وما إلى ذلك. فهي أعتقد مثلا ممكن يكون بدها تضبيطات بالستاتيستيكال تيست بس ما عنديش كثير خبرة صراحة في الموضوع. هو يعني تقول لازم نعمل normalization على الكل. هو اللي نعمل normalization للكل. تمام؟ نعمل normalization للكل. ما نعمل أي experiment. بس. وبعدين يعني بعدين بتفوت خلينا نحكي على حسب ال خلينا نحكي التول أو الستاتيستيكال تيست اللي أنت بدك تعملها بناء على الريسيرش كويشن اللي موجود عندنا. فأي خلينا نحكي واحدة من الـ analysis pipeline. في هذا تاني يعني هذا شفت إنه كمان واحد إنه كتير خلينا نحكي منتشر ومشهور وإنه لحد ما أبسط من الـ pipeline يلي قبله. هذا بسموهم توكسيد السود. هو برضه خلينا نحكي نفس المين ستيبس إنه عنا quality control بعدين نيجي نعمل إحنا عنا alignment. هون alignment مستعملين الهاي سات تو الترانسكريبت اسمبلي هي نفس فكرة اللي هي quantification مستعملين هون عنا السترينج تاي وبعدين differential expression مثلا فوق كانوا مستعملين دي سيك هون مستعملين اللي هو البولجان باكج. في بس هون نقطة هدول جي تي اف. هلا الجي تي اف هاي عبارة عن اللي هم الانوتيتد جينز للريفرنس جينوم نفس اللي احنا مستعملينه. في هون كمان هذا خلينا نحكي فرجيكم زي تور فيه الان اف كور. هلا الان اف كور هي عبارة عن خلينا نحكي زي ويب سايت فياته سيفرال اناليسيس بايبلاين للسيكونس. في عنا الـ NGS في عنا للنانو بورز وكل التايبس طبعا مثلا سيركولار دي ان اي مايكرو ار ان اي وما الى ذلك يعني عده تايبس موجودين بيمشي لك فيهم بالتفاصيل. بدي افتح هون على اللينك افتح اللينك في انترنت هون صح؟ انت بس عمله بيفتح هلا معلقة حتى لي not responding هاي بلش يفتح ايش انت عامل شير كامل سكرين ولا بس بورت وانت؟ احنا عاملين شير على ال لها بس يعني انت الشاشة تبعتك مش رح تكون شيرت على مش ممكن مثلا انه نعمل شير سكرين لكل سكرين مش بس لل بلا بس هتتذكر كيف عملي بس شيل الشير بعدين رجع حطه. مش المشكلة في التيمز المشكلة في الويندوز جميل. يعني ويندوز بيعمل شير لبريزنتر فيو خليني بس بالله اشوف مكان ما دخل هاي ما بتذكر بتيجي بتيجي لما هي تحطي انه كل السكرين كامل شو سكرين again هذا شيرينج on the teams what you're trying to share على ما غير شير سكرين فهمت عليك فهمت خلص بدك تشوف البروجيكتور سريع أيوة هاي. هذا ستطلع. هاي. هاي duplicated. لا هاي توصل. هاي عمال بكبس بس إنه متعاون مع الشاشة. ما قرأت أبارك اليوم. مش بس شكله ما في هاي الخيارات اصلا انه يعني مش محطوط فكره انه تكبس عليه انا شايفه هون يعني ما عم بقدر اتكبس هم اللي عملوه هم عملوا هو 6500 بيشنتس اكروس 15 كانسر تايب يس والريسيرش هاي هاي المعلومات حتى بيكون الهاوس كلين جي هاي مش فهاي هون مثلا عندنا هذا الان افكار ليش طلع منه طلع فهلا هون عنا بهذا الويب سايت بكون حاطين خلينا نحكي different analysis pipeline فمثلا احنا عنا هون الـ NF core عنا الـ RNA seq فبالبداية مثلا بحط لك هون introduction يعني انه
شو هذا الشيء اللي اشتغلوه وكيف اشتغلوه وما الى ذلك. في عندنا هون فكره اللي هي اونلاين فيديوز بشرحوا لك بشكل بسيط انه شو الفكره من هذا الاناليسيس وشو الاشياء اللي موجوده فيه. هلا هي هذا عاملين بايبلاين سامري. الاشي الحلو فيه انه هون مثلا بسمي لك اياهم، خلينا نحكي انه في عندنا 5 ستيجز. فمثلا افتحها هون عشان تكون اوضح. فمثلا عندنا هون بالستيج 1 اللي هي بري بروسيسنج، يعني الاشياء اللي انت بدك تبلش تتعامل مع الداتا من اول فيها. فحاطين مثلا بالبدايه انه عندنا فاست كيو فايل اللي هو بيكون ثاني. هون حاطين فكره الكات فاست كيو، حسب ما فهمت انه الفكره انه مثلا لما يكون في عندنا البير اند بدهم بدمج التنين تبع خلينا نحكي ريد 1 والريد 2. بعدين بتعمل رن عندنا للفاست كيو سي. بعدين في عندنا هذا اللي هو يونيك موليكولار ايدنتيفاير تولز. هلا هون لانه مرات بتستعمل خلينا نحكي ادابترز معينه او برايمرز معين لجين معينه بدك انه يمسك عليها، فهاي التول بتحكي لك انه مثلا الادابتر موجود في هذا المكان على هذا الجين وما الى ذلك. بعدين هون في عندنا اللي هي تريم جالور. تريم جالور هذا تول تانية عشان نعمل تريمينج اللي حكينا عنها، مثلا اذا كان في عندنا لو ريدز كواليتي بنعملهم تريمينج. هو مبني كت أدابت. أنت مرة ماضي فرجتينه كت أدابت. ترمكلور إذا رابر على الكت أدابت. الكت أدابت. بس I think ترمكلور حاطين فيه فيتشرز أكثر يتعامل مع البارسال بان سيكونسينج بطريقة أسلس من الكت أدابت. وأنا بتذكر برضو فيها تو أوبشنز عشان كمان تتعامل مع الميتا جينومز داتا وهي الأشياء. بعدين نرجع نعمل كمان مره فاست كيو سي على اساس انه احنا نشيك على الامور انها كلها تمام. هنا البي بي سبلت، هلا هاي حسب ما قرات انه تول بتستعملها في حال كانت عندنا السامبل تبعتنا من الميتا جينوم تمام، او مثلا عشان تعمل لك تشوف لك الكونتمنيشن وهاي الاشياء. بتقدر طبعا يعني من الاشياء الحلوه برضه هون يعني مثلا خلينا نحكي زي هاي البي بي سبلت، انا ما بعرف كيف مثلا اتعامل معها، معطيك الدوكيومنتيشن وبتقدر تقرأ عنها وكيف انك بتستعملها، في حدا بتستعملها مثلا لحالك. هذا خلي هذا هسه اشيله. بعدين عندنا سورت مي ار ان اي، هذه كمان التول بيستعملوها في حال مثلا كنا بدنا نعمل ريموفل للار ار ان اي، اذا كان في مثلا عندنا سيكونس الار ار ان اي بالسامبلز تبعتنا احنا مثلا مش مهتمين فيه او ما بدنا اياها، انه هو بيقدر يعمل انه ديتكت انه بعدين يشيلها. مش بنشيلها من بدري. في حال مثلا اضل. وبعدين هاي خلينا نحكي ان هالتول بتشيك بشكل مختص. هلا كل تول من هدول الاشياء هلا برضه برجع بحكي لكم عنه، انه مثلا خلينا نحكي زي مثلا بي بي سبلت مثلا ميتا جينوم، انا السامبل تبعتي مش ميتا جينوم فانا ما راح احتاج، انا عارف انه ما راح احتاج، فانك بتقدر خلال يعني بتيجي تعمل رن لهذا البايب لاين تعمل سكيب انه مثلا لهي الخطوه هذا الفكره. بس برضه بتتشال برا، مش الاداه الفقط بتقدر تشيل اللي انت بدك اياه، يعني بعطيك خلينا نحكي عده بارامترز بتقدر انت تتعامل معها زي ما انت بدك. هلا هون حاطين خلينا نحكي تو ابروتشز، اثنين وثلاث. هلا الاثنين اللي هي جينوم الاينمنت مستعملك في حال كان في عندنا اللي هي زي ريفرنس جينوم، السيدو الاينمنت في حال ما كان في عندك خلينا نحكي ريفرنس جينوم. ومثلا انت كنت خلينا نحكي مثلا اخذنا سامبل من مثلا من التربه وصرنا لسه بنتعرف عليها، احنا اصلا ما بنعرف خلينا نحكي مثلا انه شو الريفرنس جينوم تبعها، او مثلا ممكن شيء جديد لسه ما بنعرفه، فهي الحال ممكن نستعمل هم السيدو الاينمنت اللي هم زي اعتقد كمان دكتور اللي هم زي الدينوفو بيكون خلينا نحكي الى حد ما نفس الفكره تبعتها. فهون خلينا نحكي هذول التولز اللي بيستعملهم اللي هي عندنا سالمون في حاله السيدو الاينمنت. للجينوم الاينمنت في عندك تو ابروتشز، يا اما بتستعمل الستار يا اما الهاي سات. اذا استعملت ستار حاطين لك بالتصميم لازم تستعمل ار سي ام بعد، او مثلا كنت تستعمل عندنا السالمون، فهي كله حاطينه بالتفصيل انه كل شيء وشو حتى الاوتبوت فايل اللي بدك لازم يطلع معك. فهنا الكوانتيفيكيشن رح يطلع لنا تي اس في فايل، بيطلع لك السامبلز اي دي تبعهم هم الموجودين عندك او الكونديشن خلينا نحكي، وبعدين على الرو بيكون في عندنا اللي هم الجينز، وكل واحد بيحكي لك انه مثلا في هاي السيل مثلا هذا الجين بهاي السامبل هل قد الجين اكسبريشن ليفل اللي كان موجود عنده، وبرضه كل السيتنجز تقدر انت تتحكم فيها. سودو اذا اخذت انت عينه ما بتعرف عن شيء بتعمل سيكونسنج لاي شيء صح؟ مش عارف شو الريفرنس جينوم من دون دكتور، من دون ما بدك تستعمل الريفرنس جينوم تستعمل السيدو الاينمنت. يعني الموضوع مهم شوي لو اخذنا احنا من التربه عملنا سيكونسنج للتربه شوت كان اساسي موجود. جميل.
بعدين بنعمل اماليز يعمل اساس بنعمل سودو اناليس سودو الاينمنت سودو شكل. هلا هي هون حسب بالنسبه للداتا بالضبط او خلينا نحكي طريقه السامبل تبعتك بدنا نكون عارفين ان بالضبط احنا خلينا نحكي اذا عملنا ار ان اي سيك اعتقد انه ممكن انه ينفع معنا اللي هي موضوع السودو الاينمنت بس ممكن يعني خطة في بالي إنه مثلاً في تول اسمه البلاستول بتصير تدور لك إنه مثلاً هذا الإشي ممكن يكون يشبع فممكن تكون محتمل الطرق. كان في مستعملين أنا هنا لا لا مش دينار أنا حكيت نص وينها أنا شفته هنا لما ننزل على سيد أسبوع كامل ميديكيشن للكانسر لما في امبارح لما كنت بحضر فلما قرات السيدو الاينمنت كان هيك محطوط انه فرق ما بين السيدو الاينمنت والجينوم الاينمنت انه السيدو من وذاوت ريفرنس جينوم من دون ريفرنس جينوم ممكن انه نشوف خلينا نحكي نقرا بيبرز على اساس انه نتاكد من هذا الموضوع في ريفرنس طب اتش دي 38 يعني جينوم؟ هيومن جينوم. اوكي. فبعدين خلينا نحكي مثلا هون بعدين بصير عندنا مرحلة هون البري بروسيسنج، هون كل تورس مختصة خلينا نحكي في اشياء معينة وبتكون تعتمد انه هل انت بتحتاجها او انك مثلا ما بتحتاجها. بس كلها متعلقة في موضوع يعني بعد ما انت هلا يعني خلينا نحكي طلع عندك الكوانتيفيكيشن فانه كيف بدك تصير شو الاشياء اللي انت بتحتاجها او شو الريسيرش كويستشن تبعك بناء عليه ممكن تستعمل خلينا نحكي التول المناسبه وكلهم طبعا موجودين هون زي ما حكيت لكم هاي المشكله تبعت كلهم هون بتقدر تمسك واحده واحده اللي انت بدك اياها وتقرا عنها على اساس انك تشوف هل انا بحتاجها بالاناليسيس بايب لاين تبعي ولا ما بحتاجها وفي حال مثلا خلينا نحكي انه خلص قراناهم وعرفنا الاشياء اللي احنا بدنا اياها بننزل في مثلا كيف نبلش نشتغل عليها في عندنا هون شيء اسمه النكست فلو هلا النكست فلو عباره خلينا نحكي عن انه زي لغه برمجه او انه طريقه عشان انه يعملوا بايب لاين اساس انه يشتغل لك التولز كلياتها مع بعض فانت تعمل انستول للنكست فلو وبعض الاشياء اللي هو هون محتاجينها هو حاطط لك انه كيف انت محتاج انك انت تنزله بعدين مثلا انت تبلش الاون اناليسيس بتحط خلينا نحكي هذول البارامترز الاساسيين اللي بدك تستعملهم فرضا مثلا زي ما احنا حكينا انه في اشياء معينه انا ما بدي اياها فمن هون مثلا في حاطين لك انه اكسترا بارامترز بناء على انه شو الشيء اللي انت بدك تستعمله يعني خلينا نحكي مثلا هون كان في سكيب لتولز معينه بروسيس سكيبنج يعني مثلا زي ما خلينا نحكي مثلا انا متاكده عملت الفاست كيو قبل الفاست كيو سي لحالي قبل فمثلا بدي اعمل سكيب بس بروح بحط اللي هي سكيب فاست كيو سي وزي هيك يعني بتصير انت تقراهم تشوف انه شو الانسب للريسيرش تبعك وبالنسبه للاستدي يلي عندك نرجع بعدين وهون كمان برضو محكي لك عن اليسج وكمان لما يطلع عندك الاوتبوت فايل كيف بتعرف تتعامل مع الاوتبوت فكل اشي يعني هون بيكون موجود عندك كاملا وحتى كمان يعني من الاشياء الثانية خلينا نحكي مثلا هون بايب لاينز فكرة انه تصير مثلا
انت ما بدك ار ان اي سيف مثلا، بدك اشياء ثانيه، فهنا بيكون موجود عندك كل شيء. يعني حتى مثلا النانو بور انت حنطول نستعملها احنا عندنا هون بالاردن، بس يعني انه هي هون موجوده مثلا عندنا، كيف تعمل اناليسز للنانو بور، يعني الداتا اللي طلع من النانو بور، وكمان مثلا هون السيركيولر دي ان اي وما الى ذلك. بتصير انت تعمل بس سيرش للتايب اوف داتا اللي هي موجوده انت عندك، وهو بيطلع لك الاناليسز بايب لاين السجستد لها. انا بدي اعتذر لانه عندي اجتماع. انا مبدئيا خلصت يعني. يعني بس كنت هنا حطيت خلينا نحكي useful resources ممكن انهم يساعدوكم فيها. هنا على كيف انك تتعامل مع التوكسيدو سوت، differential expression analysis، في tutorial كانت كتير بسيطة وحلوة. RNA-seq مثلا basics application protocol، هاي في article كامل بتحكي عنه. كمان هون article بالنسبة ل beginner guides to analysis لل RNA sequence. وبضل كمان لاني قرأت انه بالstem cells كتير زي ما حكيت اللي بستعملوا single cell، فحطيت هنا برضه practical guide لها. واخر اشي لانه يعني بلشت انا الاشياء اللي بتعلمها اعملها زي pipelines، بحيث انه اسهل للناس اللي مثلا ما بيعرفوا كتير بايثون هاي الاشياء، انه pipelines معينة كيف مثلا نعمل gene expression analysis وما الى ذلك بناء على بايثون. فانت بس بتقدر تنزلها تعدل عليها بالنسبة للداتا تبعتك وانه تعملها رم. هون الريفرنسز اللي استعملناها. And thank you. يعطيك العافية. بدها 2 day workshop هي. هي بدها كتير. بدها. والله ما دام موجودين الصبايا خلص. صحيح، ما هو عشان هيك جبنا فاطمة. ان شاء الله عليك. شوي تعرفنا ونقدر نستفيد من خبراتها. ابدعتم. دكتورة هبة. الله يخليك. كثير ممتاز. شكرا كثير ممتاز. ممكن can you share it with us the presentation please. وفي كمان الريكورد. الريكورد. يس خليني اوقف هنا. يس طبعا انا هيك بتكون عم بشتغل. قصدك تنقل المحاضره بكره؟ بتطلع فاضي. استقبل انا برفعها على اليوتيوب.